قطعك لان طبعا زميلنا كريم احمد في ارض الملعب جاهز ولقاءات مهمه واجواء. خلينا نروح ارض الملعب. اتفضل يا كريم. بجدد تحيه لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. نجم النجوم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق رسالة الكرة السله كابتن علي هاشم، مبروك يا كابتن علي. مجهود كبير جدا الموسم ده، موسم صعب، في ازمه كورونا وفي غيابات وفي امور عديده جدا. ابارك لك وبارك لكل اللعيبه وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا كابتن كريم، وبارك لي كابتن هيثم وكابتن علي وكابتن اسلام، وشهم حلو الحمد لله. طبعا في النادي الاهلي ما فيش موسم صعب، يعني الاربع بطولات صعبين جدا، بس مشكله البطوله دي اللي جايه بتاعت السنه اللي فاتت جت في توقيت والناس كلها شغاله والمنتخب شغال، بس الحمد لله يعني عدت الحمد لله. الحمد لله وبدايه كويسه طبعا للموسم الجديد، نخش على دور المرتبط الحمد لله، واحنا اول بطوله معانا باذن الله. صعوبات يمكن كتيره جدا فنيا كمان يا كابتن تحديدا، لان يمكن ازمه كورونا، يمكن بتبقى عايز تطبق تكتيك في الملعب وتبقى عايز تطبق امور عديده جدا، يمكن ما ساعدتكش الامور، لكن بعد العوده رجعت بشكل كبير جدا ومميز ودعمت الفرقه بشكل كبير جدا. الحمد لله ربنا كرم، طبعا احنا شغالين من ساعه الكورونا يعني ما وقفناش، فنشنا الموسم السنه اللي فاتت بالدوري، بدانا الموسم ده برده خلصنا رايحين لدور الثمانيه لنادي الجزيره. البطوله دي اعتبرناها تجهيز، كميه اصابات كتير جدا، يعني عندي نور علي طلعت، نادين السلعاوي، فريده وائل، نوع شتا، وبدينا عمرو كمان امبارح، فيعني الحمد لله. بس الباقي الفرقه طبعا النادي الاهلي كل ال 15 لعيب اللي في الدرجه الاولى والناشئين طبعا يعني الحمد لله كملوا، الدنيا مشيت كويس يعني الحمد لله. كلمات مميزه جدا، ويمكن كمان المحترفه كمان يعني بيبقى في نظره وبيبقى في خبره، الامر بيختلف بشكل كبير جدا يا كابتن علي. والله الحمد لله يعني التدعيمات السنه دي كويسه، بشكر طبعا مجلس الاداره طبعا اللي هو واقف جنبنا في التدعيمات دي، والنشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، الناس يعني ما بخلوش على الفرقه باي حاجه الحمد لله. الله يبارك فيك ربنا يكرمك. ببارك طبعا من جديد للكابتن علي هاشم ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بطوله اكيد تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي في كره السله وفي النشاط الرياضي.